يعني مسكت يعني شوي. كابتن شريف فار صاحب فضل كبير على الكابتن محمود الخواجة، هو اللي اكتشفه في البدايات في عابدين. يعني شافني في مركز شباب عابدين واتفرج كده، قاعد يتفرج علينا كده وقال لي تعالى يا ابني انت. قلت له نعم. قال لي تلعب في نادي الزمالك؟ قلت له يعني العب في نادي الزمالك. قال لي طيب تجي لي يوم الجمعه الساعه كذا، انا ومجدي يعني. يوم الجمعه تقول لي الساعه 8 الصبح. والله يا كابتن اسامه انت طبعا لعيب كوره وعارف ما نمت لغايه يوم الجمعه، بقيت فرحان وسعيد ان انا اروح نادي الزمالك. وطبعا قاعدين بسمع من اخواتي الكبار نادي الزمالك النادي الاهلي يعني عن الكوره يعني. بيتنا كان قروي برضو، انا كان فيهم اهلاويه وزملكاويه برضو، فكنت بسمع طبعا بيت سراي. قالوا لنا اخواتي انت هتروح الزمالك؟ قال لهم طب انا هاجي معاك بقى اخويا الكبير. قلت له تيجي؟ قال لي هتبقى معاك. قلت له تعالى يعني. لسه صغير 8 سنين ففعلا جينا ورحنا فعلا. مش عايز اقول لك يعني كانت الرحله صعبه قوي من عابدين والقلعه والحتت دي لغايه النادي هناك، كانت مشوار في الوقت ده يعني. نمت الشمعة. كنت فرحان، وقعدت بقى اظبط اللبس والشورت والفانيلا احطهم تحت المرتبه وحاجات كده عشان رايح بقى، وجزمه وشيت جزمه جديده. المهم رحت وفعلا بدانا مع كابتن شريف فار في مدرسه الكوره. في اثناء واحنا بنشتغل في مدرسه الزمالك فجه واحد كده انا ومجدي وفاروق جعفر بقى كان بدا جه. فجالنا واحد